السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم متابعي قناة انفينيتي لانا اكاديمي طبعا في بعض المتابعين سألني عن طريقة عمل بث مباشر عن طريق الفيسبوك وانا النهاردة ان شاء الله جاي اوريكم الطريقة ازاي نعمل بث مباشر على الفيسبوك وطبعا لو انت اول مرة تزورنا هنكون سعداء جدا ان انت تشترك معانا في القناة وتدعمنا كمان بعمل لايك للفيديو وكمان تعمل شير عشان كل الناس تستفيد الموضوع سهل وبسيط جدا طريقة عمل البث المباشر بس تابع معايا الفيديو ده بعد الفاصل ويلا بينا بسرعة بدون ما نطول عليكم طبعا لو انتوا عايزين تعملوا بس مباشر لازم تنتبه لشيء مهم جدا اولا لازم تهيئ المكان اللي انت جالس فيه انه طبعا البس المباشر يعني بيكون على طول كأنك على الهواء مباشرة كل الافعال او كل التصرفات اللي انت بتعملها بتظهر لجميع مشاهدينك فبالتالي لازم تهيئ المكان تهيئ الغرفه اللي انت قاعد فيها بشكل كويس وتجهز نفسك وتجهز شوف انت هتقول ايه في البث المباشر قبل ما تبدا البث المباشر رتب كل اوضاعك وتاكد ان الصوت شغال بشكل كويس وان البث او الانترنت عندك شغال بشكل كويس بحيث ان البث يكون طبيعي وما يقطعش منك ويكون الامور طيبه فده اول شيء لازم تتاكد منه قبل عمليه البث بعدين هنبدا في مراحل البث ويلا نشوف ازاي اقدر اعمل البث المباشر عن طريق الفيسبوك اول شيء هفتح صفحتي على الفيسبوك بعدين هتلاقي كلمه مكتوبه اسمها بث مباشر اضغط عليها طبعا ممكن اعمل البث المباشر من الكاميرا الخلفيه او ممكن اعمله من الكاميرا الاماميه لو عايز تبدل بينهم كل المطلوب منك ان انت هتضغط على زر تبديل الكاميرا زي ما انتم شايفين دلوقتي انا كده بدلت للكاميرا الاماميه ممكن ابدل الكاميرا الخلفية او للكاميرا الامامية تمام بعدين هكتب هنا وصف للفيديو تجربة مثلا البث المباشر على الفيس بوك انا كده كتبت وصف البث المباشر وطبعا هنا مكتوب الى العامة ممكن اغير الاعدادات يعني الى الاصدقاء فقط أو إلى الأصدقاء باستثناء بعض الناس أو أن أنا أعمل بس مباشر على مجموعة من المجموعات وفي خصائص تانية ممكن أصدقاء محددون أو أنا فقط أنا دلوقتي هجرب أنا فقط عشان ما يتمش البس ده لحد تاني تمام؟ انت طبعا هتختار العامة عشان كل الناس تشوف البس المباشر او تختار الاصدقاء لو انت مخصص الاصدقاء ده لو انت مخصص البس المباشر لبعض اصدقائك او لاصدقائك كلهم تمام كما تحب خلاص بعد ما غيرنا الاعدادات انا فقط اعمل رجوع وهقول تم كده خلاص انا ظبطت الاعدادات طبعا في اعدادات تانية زي مثلا الايموجي المشاعر ممكن تختار مثلا اي ايموجي منهم السعاده مثلا شايفين العلامه بتاع العصا السحريه دي دي ممكن تضيف فلترات على صورتك يعني مثلا لو ضغطنا عليها كده هتلاقي في اشكال مختلفه ممكن اختار شكل زي ما انتم شايفين كده او تاج مثلا او اي شكل اخر او زي كده مثلا شايفين مغير شكلي تماما او ده مثلا يعني تختار مثلا فلتر معين يعجبك على الفيسبوك طبعا في هنا اشكال كتيرة مثلا لو قعدنا نختار من هنا يعني دي فلترات بتغير فيها زي ما انت عايز دي فريمات ممكن تعمل اطارات يعني تقدر تغير زي ما انت عايز دي ممكن تعدل اللون تمام اي شيء انت عايزه تمام ممكن احنا نشيل التاثيرات يبقى عرفنا ان دي تاثيرات خلاص هتلاقي عندك هنا زائد على اليسار الزائد دي ممكن تضيف صديق معاك في البث المباشر او تضيف قناع وده الفلاش لو انت عايز تشغل الفلاش عشان يكون الصوره واضحه اكتر كما تحب يعني بعد ما خلصنا جميع الاعدادات هبدا اعمل عمليه ايه البث المباشر عن طريق الضغط على الزر بدء تسجيل فيديو بث مباشر انا كده دلوقتي جاري بدء بث الفيديو المباشر الان البث بدا وزي ما انتم شايفين مكتوب فوق كلمه مباشر طبعا في مجموعه من الاعدادات اسفل هنا زي ما انتم شايفين كده الاعدادات دي ممكن تغير فيها دي طبعا القناه دي تبديل الكاميرا ده الفلاش ده اضافه صديق للبث المباشر دي دعوه احد الاصدقاء دي شات ان انت تعمل شات طبعا التعليقات المفروض بتظهر هنا ولكن انا طبعا عامل البث ده لي انا فقط عشان ده تجربه لو دخل معاك حد في البث هيظهر تعليقاتهم على الشاشه تظهر قدامك وتقدر انت تقراها عادي جدا وتشوف التعليقات اللي هتتم المهم ان انت تبدا ترد عليهم عايز تنهي البث المباشر هتدوس انهاء وانتهى الامر انهاء فيديو البث المباشر وفي النهايه هيظهر لك كلمه نشر الفيديو على يومياتك لو انت حابب تنشره او تحميل بجودة عالية الدقة او ان انت تحفظه على الهاتف او كمان ان انت تحذفه وممكن تعمل له مشاركة وبكده يبقى احنا خلصنا طريقة البث المباشر على الفيسبوك ارجو ان اكون اسعدتكم في هذا الفيديو وافدتكم بمعلومات جديدة ويريد تدعمونا طبعا بعمل لايك للفيديو وكمان تنشره لكل اصحابك عشان الناس تستفيد وما تنساش تعمل اشتراك في القناه لو انت اول مره تزورنا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته